بسم الله الرحمن الرحيم. بالفيديو هذا راح نكمل بموضوع الفانكشنز، راح نشرح البروتوتايب والفويد فانكشن الامتي باراميترز والستاتيك كيورد. طيب قبل ما نبلش بدنا نحل السؤال هذا عندنا بالاول، write a function، بدي احط هون اسمه مثلا is even that receives an integer number، استقبل رقم انتجر، and return بيرجح true اذا كان الرقم even، otherwise راح رجع لي false. تمام؟ ف اول شيء انا لازم اعرف ايش الريتيرن داتا تايب لهذه الفانكشن. تمام؟ فانا حكي لك ان الفانكشن راح يرجع لي true اذا كان even، راح يرجع لي false اذا كان odd. تمام؟ فالفانكشن راح يرجع true or false only. فمين الداتا تايب اللي بيقبل true او false؟ له البوليان. فبول الشكل هذا اسمه is even، انا بدي افتح للبراميترز، حاكي لك that receives an integer number، يستقبل رقم integer. تمام؟ ف int x، خلصت الامبلمنتيشن للفانكشن، انا ظل علي حط الاشياء اللي هي من الشابتر اللي قبل. شو بيعمل اذا كان الرقم even؟ راح يرجع لي true. تمام؟ واذا كان الرقم odd راح يرجع لي false. فاف كيف اعرف انه رقم even؟ x modulus 2 is equal to 0، هاي ايش معناها؟ معناها number is even، صح؟ لو كان even رجع لي true ببساطه. else otherwise يعني return false، رجع لي false، خلص الفانكشن. تمام؟ هذا الفانكشن كامل هيك بيعمل، اذا كان بيستقبل رقم انتجر، اذا كان الرقم انتجر راح يرجع لي true، otherwise راح يرجع لي false. تمام؟ تمام. هذا السؤال راح نشوفه بعدين. طيب تعالوا خلينا نشوف ايش هو الفانكشن الفويد فانكشن. الفويد فانكشن هسا احنا حكينا انه انا في عندي مثلا فانكشن اسمه ملتيبليكيشن مثلا، تمام، بيوجد لي ضرب ثلاث ارقام مع بعض، بده يكون مثلا نوعه دبل ملتيبليكيشن، يستقبل لي دبل اكس فاصله دبل واي فاصله دبل زي وريتيرن x زائد y زائد z. تمام؟ مثلا هون cout multiplication مثلا 1.2.3. تمام؟ line. طيب احنا اتفقنا بالفيديو السابق انه طريقة الاستدعاء ببلش انا من المين. تمام؟ دائما باجي لقيت عندي جملة استدعاء بوقف عندها، هاي كودينج ستيتمنت حكينا، بوقف عندها وبطلع على الفانكشن، ببعث الواحد للاكس، اثنين للواي، ثلاثة للزي. تمام؟ وريتيرن اكس ضرب واي ضرب زي، فرجع لي ستة حكينا، بجيب الستة اللي رجعت بحطها محل جملة الاستدعاء يعني محل هاي، تصير كأنها سي اوت. بس نشوف سريع. هيو ستة. تمام؟ طيب الفكرة اللي أنا بدي أوصل لها هون بيحكي لك هون إنه النقطة مهمة جدا، هاي إذا كان الـ return data type من نوع كان integer أو كان double او كان كاركتر او كان فلوت او كان بوليان، يجب ان ينتهي ب ريتيرن، لازم يكون ينتهي بريتيرن، لازم. تمام؟
اذا ما انتهى بريتيرن، يعني اذا ما انتهى بريتيرن راح يكون عندي سينتاكس ايرور. تمام، فاي فانكشن من نوع او ريتيرن تايب لو انتجر دبل كاركتر فلوت بوليان لازم ينتهي بريتيرن، اذا ما انتهى بريتيرن راح يعطيني سينتاكس ايرور. ايوه طيب، هسه كونه اذا اتفقنا انه لازم ينتهي عندي بريتيرن، اذا جمله الاستدعاء الاصح، هاي جمله الاستدعاء الاصح انا اكون ناسبها لاشي، عشان القيمه اللي راح ترجع بالريتيرن تتخزن بهذا الاشي، او مش راح اشوف القيمه اللي رجعت. ترى هون انا ناسبها لسي اوت، عشان القيمه اللي راح ترجع راح تنطبق. تمام، مثلا هون انتجر result 1 equal multiplication 2.5.6 مثلا. جملة الاستدعاء لفانكشن نوعه دبل يعني في return، تمام، نسبتها للفاريبل اسمه result. كمان مثال، مثلا if multiplication للواحد فاصلة خمسة فاصلة ثلاث يعني أكبر من 10 اعمل لي إشي معين، else اعمل لي إشي معين آخر. جملة الاستدعاء، تمام، جملة الاستدعاء نسبتها أنا جوا if statement وهي جوا شرط، فأنا راح أستفيد منها. بس بصير يعني بصير هو، بس مش راح أنا أشوف النتيجة. يعني تخيلوا أنا إجيت حكيت له هيك مثلاً multiplication الواحد فاصل اثنين فاصل ثلاث. طيب أوكي، فيش مشكلة، أنا استدعيت الفانكشن، تمام، على نفس السطر، عفواً على سطر لحاله مش ناسب ولا مش ناسب ولا إشي، بس أنا شو استفدت؟ شو استفدت من القيمة اللي راح ترجع؟ يعني راح يرجع على الفاضي، لأن أنا مخزنها لا طابعها لا مستخدمها، فعلى الفاضي. فالفانكشن بحكي لك اللي بالعاده اللي نوعه دبل او انتجر او كاركتر او فلوت او دبل لازم يكون منسوب لشيء عشان اقدر انا استفيد من هاي القيمه. طيب الفويد فانكشن، ايش الفويد فانكشن؟ الفويد فانكشن الفويد فانكشن هو بالعباره هو بالعاده فانكشن ذات not return anything، ما بيرجع. هذا الفانكشن ما بيرجع، ما بيحتوي على return بالنهاية، ماشي. مثلا void دي اسميه print hello، ماشي، مثلا integer x يحكي له مثلا see out هلو اكس. بس الفانكشن اللي نوعه void ممنوع يرجع، ممنوع يحتوي على return. تمام، شوف كيف، ايوه، كونه ما في return ما بصير اجي احكي له see out print hello زي هيك. مثلا الاثنين، لاحظوا كيف اعطاني syntax error. ليش اعطاني سينتاكس ايرور هون؟ لانه الفانكشن نوعه void، الفانكشن نوعه void، الفويد ما في return. طب هو مش راح يرجع اشي، طب شو بده يطبع؟ نفس الشيء لو حكيت له انتجر r يساوي print hello مثلا السبعة، نفس الاشي اعطاك ايرور هون. ليش؟ لانه cannot be used to initialize the entity of type integer، لانه نوعه void، الفويد مش ما بيرجع. تمام، فاذا الفويد فانكشن كيف انا بستدعيه؟ باسمه فقط على سطر لحاله، انه ما بيرجع وانا مش بحاجه لشيء احفظ فيه القيمه. برنت هلو 7، هاي الطريقه الوحيده الصحيحه لاستدعاء الفويد فانكشن. تمام، هذا هي الفويد فانكشن. بالعاده الفويد فانكشن يستخدم للطباعه، يعني اجرت العاده ان الفويد فانكشن يستخدم للطباعه. طيب طب ايش هو الفانكشن بروتوتايب؟
احنا هذول التو فانكشنز اذا انتم ملاحظين وين انا كاتبهم فوق المين. طيب لنفترض ان انا ما بدي اكتبهم فوق المين، جيت عملت لهم كنترول اكس كنترول في هون حطيتهم تحت المين، تمام. بدي ارجع سي اوت احكي له ملتيبليكيشن لواحد فاصل اثنين فاصل ثلاثة لاين. نعم مرة اعطاني ايرور اذا بتلاحظوا. شو الايرور هون كاتب لك؟ ايوه ملتيبليكيشن ايدنتيفاير نوت فاوند، مش ملاقيه. بحكي لك الملتيبليكيشن مش ملاقيه. ايوه طب شو السبب ان الملتيبليكيشن مش ملاقيه؟ هسا البرنامج فعليا كيف بتنفذ عندي؟ البرنامج هاي البرنامج عندي بيتلفظ سطر سطر، يعني بيجي بيقرأه ومش بينفذه، بيقرأه بالبداية هاي الأسطر البرمجية، بصير يقرأها من البداية لحد ما هو ماشي للنهاية، تمام؟ فهو هون بيكون يقرأ من هون ببلش يقرأ، تمام؟ بس هو راح يبلش من المين. أنا لو كان فانكشن هون أوكي راح يقرأهم راح يتعرف عليهم، بس راح يبلش تنفيذ من المين. فهسا هو هون شو سبب الإيرور؟ إجا بلش يقرأ وصل عند المين مباشرة، تمام؟ فبلش حكات له سي اوت ملتيبليكيشن. طب هو لحد اللحظة هاي هو لسه مش شايف انه في عندي فانكشن اسمه ملتيبليكيشن، فاعطى ايرور، اعطى سنتكس ايرور انه نوت فاوند، هو مش ملاقيه، ما في عندي فانكشن. فمن هون اجى البروتوتايب. البروتوتايب هو عبارة عن زي هوية للفانكشن، بكتبه ببداية البرنامج وبحكي للمين او لاي مكان بستخدم فيه هذا الفانكشن انه انا بوعدك راح اعرف لك الفانكشن بعدين، ما تعطيني ايرور روح ابحث عنه. طيب كيف البروتوتايب بينكتب؟ البروتوتايب هو عبارة عن السطر الاول هذا بس، باجي بكتبه هون وبنهاية فاصلة منقوطة، تمام؟ بنهاية فاصلة منقوطة. جرت العادة انه ما في داعي احط عليها اسماء الفاريبلز، خلص يكفي انواعهم بالبروتوتايب زي هيك، دبل فاصلة دبل فاصلة دبل. هذا بروتوتايب لفانكشن اسمه ملتيبليكيشن. طبعا البروتوتايب لازم يوافق الامبلمنتيشن تماما، يعني هون ريتيرن داتا تايب دبل، هون دبل، يس ملتيبليكيشن ملتيبليكيشن، عندي 3 فاريبلز لازم يكون عندي 3 فاريبلز كلهم نوعهم دبل، لازم كلهم يكون نوعهم دبل. هذا اسمه بروتوتايب. باضافه هذا البروتوتايب وهو بل بعد يقرا، يعني راح يقرا البروتوتايب فراح يعرف انه راح يكون في عندي فانكشن اسمه ملتيبليكيشن لاحقا، فمش راح يقطع عليه ايرور وراح يروح يبحث عنه، تمام؟ فنجرب نعمل رن. هيو عمل رن، تمام؟ طيب لو حطيت له مثلا انتجر انا شو راح يصير عندي؟ نعمل رن. لاحظوا صار عندي سنتكس ايرور. ايش سبب الايرور؟ لانه هذا الفانكشن لازم يوافقه، لازم يوافق البروتوتايب، تمام؟ فهاي هو الفانكشن البروتوتايب، وهذا هو الفويد فانكشن شرحنا. طيب الفانكشن وذ امبتي باراميتر ليست، ايش ال الليست باراميتر؟ حكينا هذا الباراميتر صح. فانكشن وذ امبتي باراميتر ليست يعني هو عبارة عن فانكشن اللي مكان هذا بين قوسين فارغ ببساطة، تمام؟ مثلا void test يخلي القوسين فاضيين، see out hello I'm test. هذا الفانكشن اذا ملاحظين نوعه void وما بيستقبل اشي، ما بيستقبل اشي، فلما انا استدعي ببساطة ما ببعث له اشي، ما ببعث له اشي، لانه الفانكشن لازم لما استدعيه ابعث له قيم، ابعث له arguments يعني بنفس عدد البارامترز، تمام؟ لازم يعني بيستقبل 3 بارامترز، لازم ابعث له ثلاث قيم 3 arguments، اذا بعثت له 2 arguments راح يعطيني ايرور، اذا بعثت له 4 arguments راح يعطيني ايرور، لازم ابعث له على العدد. هون ما بيستقبل اشي، ما ببعث له اشي ببساطة تيست زي هيك، راح يطبع عليها لو اي ام تيست راح يطلع يستدعي، تمام؟ اها بس اذا بعثت له قيمه مثلا 4 فورا سنتكس ايرور، ليش؟ لانه ما بيستقبل. فهذا الفانكشن وذ امتي باراميتر ليست. ابسط مثال على الفانكشن وذ امتي باراميتر ليست اللي هي المين، انتجر مين، تمام؟ هيها فانكشن وذ امتي باراميتر ليست. طيب تمام
اذا حكينا على البروتوتايب الفويد فانكشن فانكشن ويز امتي باراميترز البوليان داتا تايب بنشرح سابقا الاستاتيك. طيب ايش هي الاستاتيك؟ نحط له هنا كمان فانكشن، بس قبل موضوع الاستاتيك بدي انوه على معلومه مهمه جدا. اوكي هي مش محطوطه بالبلان بس راح احكي عنها، هي راح ينحكى عنها بعدين يعني بنهايه الشابتر مع ال يعني بالفيديو السابق بالفيديو التالي عفوا راح ينحكى عنها، فخلص خليها لوقت احسن. طيب شوف شو موضوع الاستاتيك الان. مثلا حكيت له void test اف، هيك بنسميه void test اف، ما بدي اياه يستقبل اشي، تحكي له integer اف مثلا equal to 0 اف بلس بلس cout اف. طيب اجينا بدنا نرجع على المين لنستدعي الفانكشن اللي اسمه test اف مرتين. طب ركزوا معي مظبوط ايش بصير. بيجي هو حكينا ببلش عنده من المين فانكشن، تمام؟ كثير مهم موضوع الاستاتيك. طيب اجا تست اف راح يطلع اف، حكيت له انا انتجر اف ايكوال 0، تمام؟ فراح يعرف اف ويحمل قيمتها 0، لان اف بلس بلس راح تصير لف قيمتها 1، سي اوت اف راح يطبع لي 1. خلص الفانكشن بيرجع على المين، بيرجع للسطر اللي بعد اللي هو هون، حكيت له تست اف راح يرجع يطلع، بس راح يرجع يقرا انتجر اف ايكوال 0 من اول كانه بيقراها اول مره، فبترجع اف 0 وما بتحافظ على قيمه 1 اللي كانت سابقه فيها، بترجع 0. اف بلس بلس 1 سي اوت اف 1، فراح يطبع لي 1 او 1، تمام؟ اذا لو استدعي الفانكشن 1000 مره راح يرجع كل مره يعرف لي الاف 0 من جديد يعيد تعريفها، تمام؟ عشان هيك راح تضل واحد. موضوع الاستاتيك باجي انا بحط له قبل استاتيك انتجر اف زي هيك. شو معنى استاتيك؟ استاتيك معناها حافظ على اخر قيمة، حافظ على اخر قيمة وما تعيد تعريف المتغير. لاحظوا كيف حافظ على اخر قيمة، اول مرة استدعى واحد، لما استدعى المرة الثانية ما رجعوا صفر خلاه واحد وزاد عليه صار اثنين، لما استدعى المرة الثالثة ما رجعوا صفر خلاه اثنين وزاد عليه صار ثلاث، وهكذا، تمام؟ بس كمان بدي انوه لإشي انه لو ما اعطيت انا الاستاتيك قيمة زي هيك فالديفولت فاليو له زيرو، حتى لو انا ما اعطيته قيمة الديفولت فاليو له زيرو. شوف تمام؟ لو اعطيته انا قيمة مثلا يساوي واحد فهو ببلش من واحد بالشكل هذا، فهي الفرق شو الاستاتيك فاليو. اوكي طيب ايش هذا؟ write a function that receives two integers بيستقبل رقم الانتجر and print all numbers between them، يطبع لي جميع الارقام المحصوره بيناتهم، تمام؟ فهو print مش راح يرجع، فvoid فنسميه print between زي هيك، راح يستقبل لي two integers integer x فاصل integer y، راح يطبع لي جميع الارقام المحصوره بيناتهم تمام؟ فبدي جمله for integer i يساوي المحصوره بيناتهم، يعني بشيل من عند x بلس 1 ووقفل لي عند y، الواي ما تحسبها، و i بلس بلس صح؟ و c out i in line بالشكل هذا. طيب نيجي نجربه print between، بدي مثلا between الواحد والعشرة، شوف راح يطبع المفروض من اثنين لتسعة، مظبوط تمام. هيك بكون خلص الفيديو. هسا احنا الوقت اللي معنا قصير ماشي، فاحنا ما بنقدر نتوسع كثير نتعمق كثير، لانه اذا بدنا نتوسع كثير كل موضوع من المواضيع اللي انا شرحتهم هذول اللي هم تقريبا اربع مواضيع ماشي، كل موضوع منهم بده فيديو ثلث ساعة، أنا قاعد أختصر أشرح الفكرة كلها بشكل عام كلها بثلث ساعة، تمام؟ ما في وقت، الوقت ضيق، فأنتوا إيش المطلوب منكم؟ أنتوا افهموا الفكرة مني من الفيديوهات تاعي مظبوط، وارجعوا على الدوسية وادرسوها، أنا قاعد أساعدكم تدرسوا الدوسية بس
بس ما بدي تحضروا الفيديوهات الاول اللي عاملهم بالاول لانهم طويله ومشروح فيهم بالتفصيل الممل ومحلول فيهم اسئله كثير ومحطوط فيهم كثير كيسز. انا قاعد اشرح لكم هيك اي سؤال حكيت لكم تقدروا تسالوني اياه، بس هذا لا يغني لازم تدرسوا الدوسيه لازم، بس انا قاعد بسهل عليكم ويعطيكم العافيه.